اليوم حبيت نتكلم في موضوع صغير، هو مسألة الصراحة والنقد الذاتي. شو حبيت نقول بالنقد الذاتي؟ هو إن الإنسان يعترف بالأغلاط متاعه ويحاول يصلحها. صحيح هذا الكلام نجم ياسر يقوله، هذا كلام مثالي، فهمت؟ لا، ما هوش كلام مثالي. احنا ديما حاجة كي من نجموش نوصلولها ردوها مثالية، وهي الحقيقة لا، احنا نجم نعملو ياسر حاجات ونجم نبدلو ياسر حاجات، على خاطر في الحقيقة احنا معناتها مسؤولين على رواحنا كأفراد. نتكلم كأفراد، على خاطر أنا نشوف، قاعد نتبع شنو يوقع في تونس ديغنيامون، ودبوي معنتها من وقت الثورة وحتى من قبل الثورة، لاحظت اللي كل واحد يلوم في الآخر، فهمت؟ وكل واحد يتهم في الآخر كل الاتهامات، هذا على المستوى معناتها الجماعات والاحزاب وفهمت المنظمات وكذا 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 وكذا، لكن حتى على مستوى الاشخاص يجي واحد يقول للاخر علاش عملت هكا؟ باي حق انت تقول له علاش عملت هكا؟ انا نحب نفهم باي حق. اول حاجه ما تنجمش تلوم غيرك، تنجم عندك الحق تلوم روحك، لكن مش تلوم غيرك ما تنجمش. علاش ما تنجمش تلوم غيرك؟ على خاطر ماكش في بلاصته. كي تكون في بلاصته، فهمت، وما تعملش كيفه، وقتها لومه. حتى اللوم بصفة عامة بأي حق تلومه أصلا؟ شكونك أنت باش تلوم هذاك، ولا باش تقول هذاك ما تعملش كل حاجة، ولا ما تعملش كل حاجة، ولا ما تعملش كل حاجة؟ فهمت؟ صحيح ساعات واحد يعمل حاجة يضر بها الآخرين، تنجم تلومه علاش ضريته، ما تنجمش تلومه علاش عمل. تنجم تسأله، تفهمه، حاول تعرف الاسباب. انا بالنسبه ليا شخصيا كل حاجه تتعمل ما هيش هكاكه من الريح جاي، فهمت؟ مش واحد كان قاعد هكايا وعمل حاجه، ما دام وقعت حاجه يعني عندها اسباب ومسببات ومخلفات واشياء، فهمت؟ اذا احنا ما نقولش انا ك فهمت شعوب ولا حكايه فارغه هذيك، واحد نتكلم انا باسم الفرد، فهمت؟ على خاطر انا الفلسفه متاعي هي حتى حد ما رب حد، كل واحد رب روحه، فهمت؟ ما يجي حتى واحد يقول اللي هو رب عليا. صحيح فما قانون في البلاد، في كل بلاد فيها قانون، كل مجتمع فيه قانون، القانون هذاك يتغير، ماهوش صدق الله العظيم كما يقولوا. اما ما دام القانون هذاك ما تغيرش، لازمك تطبق هذاك القانون، ولازمك تحترم هذاك القانون، وكان ما احترمتش هذاك القانون يعني انت خارج على القانون، وكان انت خارج على القانون يعني انت انسان فوضوي. تحب تغير القانون غير، اما مش بالفوضى، مش بمخالفته بحد ذاته هو، فهمت؟ وانما تحاول باش تتكلم وتعبر وتناقش وكل شيء، باش القانون هذاك باش يوافقوك ياسر اشخاص في هذيك الفكره ويتغير هذاك القانون. حبيت نقول انا محبش نطول ياسر، راهو فهمت اول مره نعمل الفيديو هذه، قلت تجربه، كان مشات مشات، كان ما مشاتش هاني قاعد على روحي في ببوشتي كما يقولوا، فهمت؟ واهل البلاء في البلاء. انا راهو في الحقيقه عامل فيديو مش لحتى حد، عامله لروحي، مش نجيو معناتها من الاخر صريحين، عامله لروحي، حبيت نشوف روحي مباشره، وحبيت نحكي مع روحي، فهمت؟ اي او ميم طون علاش لا، مع توا الوقت معنتها والامكانيات نجم، فهمت؟ هذه ساعه بين قوسين معنتها باش ما نبعدش على الموضوع ياسر، فهمت؟ هذا اللي يبكي ويشكي ويقول ما فماش حريه، فهمت؟ ما فماش حريه، هو يكذب على روحه، على خاطر توا حتى واحد في العالم مهما كان ينجم يقيد حريتك. تحب تعري روحك وتطلع الواحد، عري روحك، تحب تقول، تحب تسب، تحب تعمل، اعمل. حتى حد معناتها صحيح ما
معناتها تتعرض لمشاكل، يمكن تتسجن، يمكن كذا، لكن فهمت هذيك حاجة أخرى. فهمت كما نقولوا بالفرنسي celui qui ne risque rien n'aura rien. هذا فهمت يقول لك ما نجمش نعبر، هذا يقول لك ما نجمش نعمل اللي نحب، هذا يقدر شنو كذا. يا سيدي اعمل اللي تحب، اعمل اللي تحب فهمت، واللي يمنعك هو الملام. اعمل اللي تحب في اطار فهمت، ما نقولش انا في اطار، في اطار معناتها الفوضى، لا اعمل اللي تحب في مخص شخصك انت فهمت، افكارك. لكن نعرف اللي هوني فما مشاكل اخرى وامور اخرى وحاجات معناتها صعيبه ومعقده.